اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اذا اليوم سوف نتحدث عن الحديدة وطائرات الاباتشي التي نفذت عمليات تمشيط واسعة تستهدف مراكز ميليشيا الحوثي الانقلابية والمزارع والمخابئ التي تلجأ اليها الميليشيات الانقلابية، حيث شهدت مديرية حيص والجراحي والتحيتة والخوخة في محافظة الحديدة عمليات تمشيط واسعة ومتواصلة لطائرات الاباتشي ومقاتلات التحالف، حيث تقوم المقاتلات باستهداف الميليشيات المتمركزة في مزارع وسهول المديريات والقرى التي تتحصن فيها تمهيدا لاستكمال عملية التحرير ومنع أي تسللات للحوثيين باتجاه حيص والخوخة المحررتين. وقال مصدر طبي في مدينة الحديدة إن 12 جثة وسبعة جرحى من ميليشيا الحوثي نقلوا إلى مدينة الحديدة منذ مساء أمس جراء استهدافهم بطيران الأباتشي على حدود الجراحي جنوب محافظة الحديدة. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي مساء أمس غارات على مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة. وقال مصدر أمني لمراسل قناة سهيل إن ثلاثة غارات على الأقل استهدفت مقر الشرطة العسكرية في حي التحرير بمدينة الحديدة. إلى ذلك قال أيضا مصدر محلي في مديرية الجراحي جنوب مدينة الحديدة إن ميليشيات الحوثي هجرت عشرات العائلات من قرى البغير في المديرية إلى منطقة الكعدة، حيث تخطط لاستخدامهم دروعا بشرية بعد أن نقلت إلى مخيماتهم صواريخ بعيدة المدى. وأوضح المصدر أن الميليشيات استغلت حرص قوات التحالف العربي على المدنيين وحالة الهدوء النسبي لمقاتلات التحالف خلال يوم أمس، ونقلت أحجار كبيرة على ظهر خمسة عربات إلى الطريق العام الرابط بين مديرية حيص والجراحي، وقطعته أمام المركبات التي يسمح لها الجيش الوطني والتحالف بالمرور خلال النهار. وحذر سكان محليون من خطورة اتخاذ ميليشيا الحوثي المدنيين دروعا بشرية وإطلاق الصواريخ من وسط القرى السكانية في منطقة الكعدة، وحملوا الميليشيات الحوثية مسؤولية حياة وسلامة السكان. إذا مشاهدينا الكرام، تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الحفيظ الحطامي. أسعد الله مساءك سيد عبد الحفيظ. أهلا وسهلا بك سيد عبد الحفيظ، ضعنا في صورة عملية تمشيط الأباتشي لمخابئ التي تختبئ فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بين المزارع وأوكار ميليشيا الحوثي التي تم تمشيطها من قبل الأباتشي. يعني اخي الكريم، طبعا مقاتلات التحالف ومعزه ايضا بطائرات الاباتشي صعدت من عمليه التمشيط منذ ليله امس وحتى فجر الليل في المناطق السحريه الغربيه، مرورا حتى الى السلسله الجبليه الغربيه باتجاه مديريات الشرق حيص باتجاه يعني مديريه جبل راس ومفرق محافظه اب باتجاه العدين، اضافه الى مديريات جبليد والجراحي ومعذره وبيت الفقير والمناطق الساحلية الجنوبية من مدينة الحديدة وصولا إلى سواحل مديرية الدولي. عادة عندما تقوم المقاتلات بمثل هذا النوع من النص. نعم. السيد عبد الحفيظ. ما زال معنا السيد عبد الحفيظ. إذا ربما فقدنا الاتصال مع سيد عبد الحفيظ الحطامي، ونعود ونستكمل منه تفاصيل تلك العمليات العسكرية التي قامت بها مقاتلات التحالف العربي الأباتشي ومشطت بعض القرى جنوب محافظة الحديدة من أوكار ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذلك عن تلك التحذيرات التي أطلقها سكان مديريات الحديدة حول ما إذا كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم المدنيين كدروعا بشرية، وأي أيضا من إطلاق صواريخ من وسط القرى مما يجعلها هدفا عسكريا لمقاتلات التحالف العربي. أطلقوا السكان المحليون تلك النداءات لما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية باستغلال الأوضاع، وكذلك كما تحدث في الخبر بأن هناك هدوء نسبي استغلته ميليشيا الحوثي الانقلابية وهجرت عشرات القرى كي تجعلهم دروعا بشرية، وكذلك
بالتزامن مع تلك الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يلاحقون ميليشيات الحوثي الانقلابية لتطهير الحديدة بالكامل من تلك الميليشيات الإجرامية الحوثية الإيرانية بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، والتي شنت عدة غارات على مواقع الحوثي في مدينة الحديدة، وأن تلك الغارات استهدفت مقار للإنقلابيين في الحديدة. وتأتي تلك العملية تمهيدا لاستعادة الحديدة بالكامل من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وأيضا حرص التحالف العربي على المدنيين. استغلت هذه النقطة الميليشيات الإنقلابية، مما جعلت تكثيفها في معاناة أبناء الشعب اليمني من الانتهاكات. عاد إلينا مجدد الآن السيد عبد الحفيظ الحطامي، واستكمل ما تحدثت به حول تلك العمليات التي قامت بها الأباتشي التابعة لمقاتلات التحالف العربي بتمشيط مناطق بأوكار ميليشيا الحوثي الإنقلابية. تفضل سيد عبد الحفيظ. نعم أخي أحمد، كنت أتحدث معك بأن عادة مقاتلات التحالف وتدخل أيضا طائرات الأباتشي لتمشيط العديد من الجيوب والمواقع، وخاصة في المناطق الساحلية توجد كثافة للمزارع والتي يختبئ فيها وتختبئ فيها وتخزن فيها ميليشيات الحوثي العتاد والتعزيزات العسكرية. بعد ذلك يحدث أن تحرر قوات الجيش الوطني مديرية جديدة كما حدث في مديريتي الخوخة وحيد، وهناك في الساعات القادمة ربما تطبق القوات الجيش الوطني على الميليشيات داخل مديرية الجراحي، والتي للأسف الشديد طبعا تتدرع بالسكان وما يؤخر صراحة. ها حبيب. نعم. مع ذلك انقطع من عندي. نعم نعم سيد عبد الحفيظ، تسمعني بوضوح؟ إذا ربما فقدنا للمرة الثانية الاتصال مع مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي، وفي المرة الثانية لا سعنا أن نشكره جزيل الشكر على تلك المعلومات البسيطة التي قدمها لنا حول العمليات العسكرية التي قام بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إضافة إلى إسنادهم من قبل التحالف العربي بالمقاتلات لملاحقة أوكار ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تختبئ في بعض المزارع والمخابئ، وكذلك تستتر في المدنيين، ما يجعله عرضة لمقاتلات التحالف العربي، وهذا ما حذرت به سكان محليون حول تلك الخطورة الوضع وما تقدم عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية. مشاهدينا الكرام